ناجح ولا ولا انجح؟ لا انجح. ما هو النجاح سهل يعني. يشغلك السنه الجايه ان انت تبقى مسلسل ناجح جدا ولا ابقى انجح مسلسل؟ لا يشغلني ان انا ابقى انجح من حق عرب. تمام. من حق عرب. من حق عرب. انا ببتدي من عندي مش من عند حد. بتنافس نفسك بس يعني. انا بقى ابقى انجح من حق عرب. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، انا يهمني حب الناس اكتر من النجاح. يعني انا انجح والناس ما بتحبنيش ما اشتريش. حب الناس جزء كبير من نجاح مسلسلك، من نجاح حق عرب؟ طبعا حب الناس ليا ده هو ده اللي هو ده الموضوع. انا بقول الكلام ده من قلبي، حب الناس ليا هو اللي نايمني مبسوط. فراهن عليه. عارف ان الرهان على حب الناس كسبان في كل الاتجاهات، شغل او غير شغل. ايوه طبعا، لان انت عايش بحب. انت النهارده في منطقه في منطقه، وانت تبقى انهي يبصدك اكتر، تبقى اقوى واحد في المنطقه ولا اكتر واحد الناس بتحبه؟ لا اكتر واحد الناس بتحبه. يمينا بقى اغنى واحد في المنطقه ولا اكتر واحد الناس بتحبه؟ واكتر واحد الناس بتحبه. فاهم قصدي؟ هو ده الموضوع، ان انت تنزل الشارع فاقعد يقعد 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 يقعد، مكانك في المنطقه مش كانك معاه. ده اللي يبسطني. لكن انت نازل وبتاع مش عارف ايه، بس انت اغنى واحد فيهم. مش عايز. طب اقوى واحد؟ اقوى واحد الناس بتحبني، والناس بتحبني. فاهم قصدي؟ بس الناس بتحب القوي. تمام؟ يعني قوي المحبوب. قوي البطل الشعبي. قوي المحبوب. ما هي دي ما البطل الشعبي. شفت ترجعتي ان قناعاتي هي اللي انت بتشوفيها. ايوه دي قناعاتي. تمام؟ فانت تقعد تحارب فيها وتضرب فيها وتتفه منها، اعمل اللي انت عايزه. انا مش هغير دماغي، انا كبرت كده افضل كده.